بداية قصة جميلة مكتملة الأركان، بس عندكم ما أنا ماني بخبرة ترى في الإنشاد ولا لي شغل، اللي أنا حسيتها أنتم عاد تصلح لكم ولا قطوها؟ من اللي يعرف تمارين النسم للمنشدين؟ نفسهم مو بطويل. أنت ها؟ أنا ترى مدرب عندهم يا أستاذ حمادة. انا الملحن ولا وشو ماكو مين مين فعاليه هي لا بس الشباب شوفوا هذه خبره نسمهم مو بطويل نسمهم مو بطويل انت يا ابداح صوتك جميل بس تنكتب صح متعشين دسم في ترى في تمرين لذا الشيء سعد يمكن يعرف يمكن ثانيا الشلات الجماعيه ترى ميزه كانت لنا المفروض اني ما اعلمكم لكن ترى تعتبر ميزه الشلات الجماعيه ايه مع بعض يعني انا شفت ناس ما يشاركون في الشله ناس واجد منهم من قوم من العصر احنا مع بعض ايه لا ضروري نتشارك كلنا نبي نسمع منك يا ابو وش تسمع مني؟ اتمنى لو نسمع صوتك عمو منيب عطني صدى خلوه يا اخي انا حاطي لي اعداء في الكريم ما عطوا الذال لا ابابا خلاص سمعونا شيء نستانس عليه مع الشباب